الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل العبد ذي الدنيا ويزميل لنا ذي عيش كان ذي الحالة يسيهوان ذي عيش العبد ذي الحالة يسيهوان إيش بربنا في دقيق سبحانه وتعالى يسعيش العبد ذي ذي نسيت مثلا ذي قلب ذي الحالة غافير أما كنين غير خلقا ذي نفلنا قريب السنة كام أزكرا كام. إذا الإنسان ويزرى لما كان يعيش حاجة سيدي ربي نص الحكمة نص البلاغة إن تعيش وسيدي ربي سبحانه وتعالى ذي العين ديس يحميث ويرحميث. يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها. سيدي ربي إنسان الرحمن في عبديس أكثر وقت نعم إتسعى إثيمات غفية جنس. إذن العبد يقلب الجوث الحالة غير حالة نظام وسل حكمة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. يقال البويس عزيزا وتلك الأيام نداولها بين الناس أكانت سعده والسنة مخلفة السنة فيه ونزكى غفير أذي ليون يسعى السجين أزكى ويسعى لما أذي ليون يسعى السجين أزكى يسعى أذي ليون يهيه أزكى أذي حيوم أذي قلب ذي الحالة غفير أذي ليون الشدان يغير غير ثلويث أذي ليون ذي الهلكة يغير غير حلو أذي ليون ذي الفقرة يغير غير السعية. أنشتغي نص الحكمة سيد ربي سبحانه وتعالى أتسع الدين والسن أتسيلي ثوذف القمذان أي المثل. وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى نص الحكمة نص البالغة اسمي سيد الابتلاءات. سيد ربي قد يختبر العبد أم شاء يخدم ماذا قد يسعى أهل طران أدي حمد سيد ربي ماذا قد يسعى أهل طران أدي يصبر وذي يضيف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. كما يتمثل إن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن يسير في شو شبيح صلى الله عليه وسلم إن ما يعجبك أكل مرة أو كل إذنان من مكة المكرمة أكثر الرغم الدهب سبحان الله. ولكن إن في شبيح صلى الله عليه وسلم ويتفع الذي السعي الدنيا ثم سلم له إن لا يا ربي إن يقوس أدلصر أكل ضيفة أكيد مكثير وندعو غرك يقوس أدلو أكيد مشير وشك وشكرا في النعمين. كان سبحان الله نبي مشبيع صلى الله عليه وسلم ماشي الدنيا في كسعنا زي غرورس ينسي يقوس أذ نظر أكين ضيبة يقوس أذرو أكحمد وشكرا. كان يتمثل كان أريد أن كل إنسان المؤمن أيد مثل باش أذي زر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أذي زر أم كان يخدم دي جميع الأحوال مثل رزق أم كان خدمة أذر أسخدع أسفر أتشكد فض أتشخبض الجرائم أفع بوضي أترى من ذلك الله ثرويض كذلك أتشتغاض وأتشخب ضيبطي أكلام يثبتن في جنة إذا الابتلاءات دي خمسة ربي سبحانه وتعالى إيه عديس باش أذيزا كما يثبتن ما ينوزا دي شغر ما يروى أذي حمد السيد ربنا في شغر وذي خدم الخير ماذا قال لي هيك أذي شغر أذي يضيف سيد ربي حلو الشفاء ماذا قال لي يعوفة سيد ربي أذي أحمد أذي يشكر سيدنا يوسف عليه السلام يتمثل قرأت وثمثلي صغر ضخي الفير سبع ذنت غذى ذس عشرات السنين ألمين قوغي ذس يتشرف لس ألمين إقدارن. وسيدنا يوسف عليه السلام يعاشك من ينصر فراق إكفوق بابس ويكشم غد حس صفهم أريد أن يبهر يعصي ولكن يصبر يجثم سلسة سيد ربي ولكن في الأخير صريح خلاق سبحانه وتعالى ويفكي سمكان ذي القاع يغاد الوزير من الخزينة يرفض سيد ربي الدرجة ينس أثمثني نسيتي قال لك نغاد أخي الفير وغيد غروس إن غيد الكفوسي سسلف كرس أي المثل ويخدم الإسلام إرمين ذسيون ويقموث سيدنا يوسف عليه السلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعاش أي مثل ذي مكة المكرمة ديوث المشقة ضد الارتهاد يسخر من المشركين
دين يعني أي مثلا إخر من دقيس الفطي وسي الرسول صلى الله عليه وسلم إسباء أوثنت جرحنت السفن ديت مورثيس حوفنت ولكن في الأخير إن صليت سيدي ربي ويخمس من كان ديال القاعة السكن أمليار بالنص ديال السين يكشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله كان يتمثل ولكن خزرت أي مثلا أعذونا ربي في دينا عم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى دي شخدم من بعد دي جيسنا خدم قارونا أي مثلا نقوم سيدنا موسى إفكاية سيدي ربي دي الشيء أي نمود دي فكرة إلى عبدي اللي نقفيس دي بادك هدئو دي فكرة وين اللي من بعد يرس حشر ربي قزران سبحانه وتعالى لكن دي قال إن قارونا كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أو للقوة فارفاتو زمان هذا الفذن كسورة المخزن نس ولكن النعمة يقول سيدة ربز دي فككة وذي حميدة وذي شكرة إنيس قال إنما أوتيته على علم عندي إنيس كيف سيدة حلال سل علم نو سل فكر نو سيدة ربي سبحانه وتعالى يخصف في السلقعة خطر السعي أن ينسى خدمي بطي فخسفنا به وبداله الأرض ويخصف سيدة ربي في اللسقعة أما الإنسان أما السعي ينسى فرعون أية مثلا عليه لعنة الله يفكيز ربي القوة إذا يحمل سيدة ربي غثي إشكال دي المكان ينسى دي فخلق ولكن القوة ينسى خدم البطل إطغام ينسى أنا ربكم الأعلى ينسى الكسر سيدة ربي غثي عذب سبحان الله ولكن أخلق سبحانه وتعالى يقف أغرقناه ومن معه جميعا صغر خلط سنسان سويدي سويدي لليدس أكيد مثلا إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان الذي اختبر سويني لها الذي اختبر سويني لها لكي في الدقار ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أكنم إجزمال الذي اختبر العبد سرق الله الهلاك ذي المصائب مرة أكمل الزمر الذي دي يبتلي وذي دي يختبر الصحة ذي السعاية ذي الفرث ذي وين يتشبه المرة نشتيهم هذه الزر بشار يخدم العبد ماذا قليل الذي تشوين العين نعم ماذا قليل الذي تشوين النظم سبحانه وتعالى أربعة الآيات ذي القرآن الكريم أي مثل ذي الصورة من الإسراء الآية رقم 66 67 68 69 من سورة الإسراء أهدرت في الموضوع عجيم أي مثلا أخطر الموضوع عجيم في غاية الأهمية يعني سعنا زي أم قرحان أي مثلا يسعنا أم كنس الذخر للعصرين ينسى يشكا وذين قال تخبط للغشم يتخبط للعباد أي مثلا وظلنا أنا ندد دون حشو يا رحمة سيدة رب الخالق سبحانه وتعالى كل إنسان اللي يتساوي الآية تجين التغى التفهم التدبر التسلس قال واللي سد التجولي أكن أتصغرات دونيث أتصغرات نفسيتيس أثي صغرات المال أتصغرات دليا أتصغرات دونيث فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي مثل سنث الآيات في مزورة 66 رقم 66 و 67 في سورة الإسراء ذينا أدي سبب بدي سمك تيس ذي النعم إزدي في كامي بلادهم أدي زرنا ذي لما في أحمد نغمة ذي لما في ذي شكا وسنث الآية النذر إدرون 68 و 69 ذاكين دهدد الذي تهدد العبد ونحمد رسي دربي ونشكر رسي دربي إذ دي السفرن ذي الطيام غرثفات إذ دي السفرن ذي الشدة غرثلويث إذ دي السفرن ذي العلاك غرصحة المعافات خزرت أيضا مثلا كي دي قربنا هذا في أم سبحانه وتعالى والمقصود أيضا مثلا مرة نشتكني بشأ دي في الجنس دي ربي الخالق سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو سيد ربي وحدث لا إله إلا هو فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ماذا قلت ضيفان ضيف سيدة ربي ماذا قلت استعانت سيدة ربي
استعان سخلاق سبحانه وتعالى السيد رب الخالق سبحانه وتعالى. فشعر في القلب إياك نعبد وإياك نستعين. إذك تشيني وحدك لا نعبد وإذك تشيني وحدك لا نستعين. والمقصود مرة بس أرضي في جنسي ربي بلي سكن إذا الإله الواحد الأحد لا إله إلا هو الكامل مثلا. وذي سؤال العبد دائما دي تذل إن صغر سيد ربي خطب ويزمير أنا أدي عيش مخياف سيد ربي ويزمير أنا أدي عيش ملك لا يفعل غير سيد ربي. العبد مخلوق أدي عيش غير الخالق المخلوق غير الخالق كم مثلا. ولكن المخلوق ملك لا يفعل غير الخالق أدي شبت فلس الشيطان أفي يوين جهنم يقرن خلاق سبحانه وتعالى ذي الآيات الكريمة في النظر يقرن ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا. ما قلت كريه مثلا الذي قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر ربكم من الربوبية وين كل دقيقا وين كل دارسقا وين يكون الدربان وين يكون الاستجمام وين ينديف كان السحام ينديف كان الأكسجين للفيسم ينديف كان المكلة للسم ينديف كان جميع المئة مكون إنك إذا تنعين مكا إذا بقى السيد ربي ربكم على دقاء ذوينا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما إن ذوينا يوندي سخرني يبحر يوندي فكان يبحر يكون يسخر في فيوكي ما تيحوم في البحر زرف كان مثلا اي نسعى العمق يبحر ذو سال وذي الحوم العبد شوف للسفينة نسو زرامك وزرامك السيوان نغط السوابرا يبحر إذا نسخر ودي سخر ودي السيادة تشم دي دويني لان دخل سخر ودي باش أسلحوم في الله السال باش أتسن قرم دي ثمور ثغرفية دي التجارة اللي كانت جميع قيم إذا تستنفع مرة أنشتغل سيد ربي ودين إسخر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم على خطر سيد ربي سعان الرحمن غفي عزيز إفكيز دي الوسائل اللازمة مرة أكو باش أديونا الرزقيس صار رحمن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تقررنا من أدم الضعيف العقل باليوم ولا التكنولوجيا نكس الحياة تفيوكث السفن البحر وجد العلم من العلم من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن وجد وجد قرص الأخذ بالأسباب أسخر الله وأسخر الله لا غيرك ذا العلم يدير سيد ربي باش تخلق تفيك تتيحوما فما ولكن سوء القدرة ينسي ساتيحو يا قناع غيرك خرمان ديون البطوم نغيوث الباقرة ذي ثمرت من الخارج لا عمر تسخر من في النار دي الدنيا تمديتي إلا داخل ويتيح مجال العبد اللي في غرب الرابع اللي يزدخل كل شيء لا تخدم السياسية والتكنولوجيا شو تخدم لها الباخرة الفافور أمينة دي دونيث خدم مثلا من شوك ننس باللي من المستحيل أتحبس يعني ما تقيم بان الباخرة يجينا الفافورة كين أريد بيرا اللي كان على فيهم ولكن إذا مثلا نقيت ذي الريف البحر أرمي ذي الريف نظام يقول غير ذي مستي غرق ذي السنم زوالوني في ثفا ذي الريف باش تصور غير الريف نظام تقول غير ذي مستي فغرق كيف سنقدر أن سيدي ربي نسيدي حول باخرة شوف القمان سنقدر أن سيدي ربي نسيدي سيدي حول لافيو القيني سنقدر أن سيدي ربي نسيدي تحريك يسين تنفيس يسين خدم جميع الشغل نكون إن الإنسان يأخذ بالأسباب اللي يخدمه ولكن التوكيل على سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل الذي قال الله سبحانه وتعالى ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر
إنسان ألوني السلحي البواخر سيدي يحوم ذي بحر إسخرون دي إسخرون دي بحر إسخرون دي فيوكي باش أدوه مع رسقنون خمم كلوية عن بجوان لون أخبر قلت السبب سيدي ربي سبحانه وتعالى كل دي يرزق إسخرون دي باش أما النقل أما التجارة أما الرزق نقض الصين أي مثل لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صبح من سيد ربي لعبد أن إكسان الشكل والسجن إلى قد يوم الثقات البحر إذا زار شحال من بوهر إلى نفس ذيقاء مش إلى نجل بل مراشيم كان مثل أذوار القرنية دلل السبسان إلى حد اليوم وين إكسان الشكل ويجب إزمال أبي نذير الذي يخدم البحث الذي زار شحال من بوهر السجن إقلان إقلان ذا الثقات البحر غرقا تعرف ماذا؟ يقال سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إن وإذا مسكم الضر في البحر ظن من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا إن ما في حمك نيم استفيه في ذي البحر إن السنزاي أذي لواهو الموجهين قرانين السن قياب الجهد فسر جهد زيمات إن بعد ذينا السعقبهم غير سيدي ربي ما في المكين ويجينا الدرس اللي وإذا كنا إجعلنا مخيف سيربين عرضنا الأصنام عرضنا أقول زيرين أقول قتاج عرضنا الحيوان عرضنا التمس عرضنا العباد عرضنا تنفسين سن الهوى سن سبحان الله عرضنا الشيم المال إيند إميرنا غسل الزيت في الوقت في مصر الحرب أصغر قمح شيء وثيق للنبال ولكن أجت مرة إذا كنا نتعب ما كنا مرة حشا سيدة ربنا صغر من فطرة نون ثمز غلوث حشا سيدة ربنا يا ربي نصفل لي في السنون يا ربي نجويا يا ربي نجويا يا ربي نجويا كم وقال وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه أجت مرة ما كنت سأدير بذي الخطر من مرة وين النظر حشا سيدي ربي عبادة سنون حشا سيدي ربي غالة الدعون أنا سيدي ربي ذلك نجويا الله الله أكبر أنا مجزمة من الدين جو سيدي ربي ولا إله إلا الله سبحان الله سيدي ربي الخالق الواحد الأحد الذي قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا إنك ولكن ما لكم ندين جو أكون تشوفوا غريف أكون تشوفوا غريف بحر إن أسفرم إبريد ربي أتسون سيد ربي أذن تجيب وقت تخميم بخي البحر إن السغر ملوي انتهى في مكني أقضي أثنفسي نون الشين غرغاء اليرقزن الأصنام اليرقب قطيج ربود زيني غرثم الحيوان كل الولد يغل ملوي نكنا نقعد لكن أذي تسون لك نثي دي إنجا لكن فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا سبحان الله خذت أي مثل يتسو العبد بلي سيدي ربي في دين جاني قبل وكان الإنسان كفورا الإنسان يكفر سيدي عمل سيدي ربي يكفر سيدي الخير سيدي ربي سيدي ربي إنجا في الدين وثي تشوف فجينا مثلا الدنسو الثاني وثي النقطة الأساسية من داخل الآيات الكريمة المثل قاعد يقول سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى في أعلى الأهمية في غاية الأهمية المثل سيدي ربي ذي بحال والعبد اللي يحس دخي يبدأ الذي غرق المواجهين أقيمة تقلب في الوكتينس الجاهد يفرس الجاهد الزيمات يبدأ ذي مثل يبدأ صغر قيسا أي دعوما سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن اسمين في دين جان يتشو سيدي ربي يغير ويعرض أين النظام ويبحر ذاكين إلى قد يعقيب لي يتشو طبقة في الحياة العبد مران أذي للعبد دي الهم أذي للعبد دي الغم أذي للعبد دي المشكل أذي للعبد دي القلة دي الفقر أذي للعبد دخل بعيد عن جربي يجيبوا مني المصيبة النظر الكارثة جميع وينات يضرون دين عبد أبي العمى أبي مكيس الأبي ولاش وذين جون إلا عبد ذا سيء أخر إلا عبد ذا كيحمي ما تجذب كيحمي ما تسعير كيحمي ما ذاك الله تزمر قط الفعار ما ذاك الله ولاش ينفع لك وكيقبيانا أكيد ذي في مسجد وبرين وذي برين حشا سيدان
سيد ربي غادي يقيمنا ربك، أتسبعو تفتكو سيكا سيد ربي، أسيد ربي انجويهم من عين ديال المشكل، من عين كاع العون، من عين ديال البلان، من عين ديال المصيبة، من عين ديال العلاج، فكي يشفى صغرك حاجة سيد ربي غادي يدي والو، ولكن تلقى ديال الغاشي ما عندنا ديال السفر سيد ربي هذيك سفلاس الهم، هذيك سفلاس الغم، هذيك سفلاس المشكل، هذيك السحيم اللي هي أزن في كليس عاينس، هذيك فك فلاس القلة ديال الفقر أمي جيني دي جدي البحر يشوف هذي دغن فل أدو غن أدو فرنس سيد ربي أدو شو من ثني دقيقة أدو غي نغا طوغي أني نخدم لك أني نشوف غا قبري أي المثل أدو فرنس سيد ربي فيني لن دخل الكرب مثل دي الشوفة البرلمان أدو فرنس فلاس أم بعد ذي شو من ثني دقيقة سبحانه وتعالى هذه اللي نغدي له لك ذي الشوفة غير الصحام هذه اللي ذي القلة ذي الشوفة غير الغنين هذه اللي ذي المشكلة ذي الشوفة الأمان هذه اللي ذي الطيانة ذي الشوفة غير الدفاع هذه اللي ذي جميع المشاكل نار المآزق نار كرب وينك يريحي هذه اللي الشوفة السنة أبخير هذه اللي الشوفة الإطمئنان بالسكينة ولكن هذه غالة ذي تسوم منك مثل دقيقة أي غير روينك من خدمك مزيك ذي كيف اللي قال وكان الإنسان كفورا من طبيعة الإنسان تشو سيد ربي سيد ربي سبحانه وتعالى المنعم أزديف كني أنا ولكن الإنسان إنسان كفور ألي الهود النعمة اللي غادي تشو سيد ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله كان يد مثل ألي اشتغل النعمة وشكرا المنعم وليحم ذلك سيد ربي وشكرا سيد ربي ثلاث دي الشدام يفرج ربي فليك ثلاث دي هدية هيك يفكيك ضرب الشفام ثلاث دي الفقير يركع ربي دي الغني يفكيك دي ساينس ثلاث حزنه يفكيك ضرب الهنا بالإطمئنان ذي الشرع الضخي بويك أمش الضيفة سيد ربي سبحانه وتعالى دي الشدام الوقتين الشدام الوقتين طيقة أسميت فرغ اللساء صوت سبحان الله كان يتمثل إلى العرب لا مريا ديك دي دوني كل يوم كبري ما تستسين هتستسين سينا لا شي يوم لا شي يوم أنا كيف لذا سينا لا شي يوم خلينا أما خير من ذن يقواس قصنا ربي عربين يديكشن ذا بليان كبليان كبعلو ليس ويزمير لنا دي الضاق ويزمير لنا دي ضرب السيف أم كيف لذا فياني ليس كني بغربي يا أكني في غربي أمثل من ذي بيت قضاء فهي ضريك هو يا أكني في غربي إذا الإنسان دائما وأبدا إلى قد زر نعمة سيد ربي سيدنا عكرمة بن أبي جهل مثلا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه أسمنا يعاش للشركة أرمينس واسم استمالية ذي الهجرة مكشم الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 دجودية غربي كالمكرمة ولكن عكرمة رضي الله عنه يجدد في نغى الرسول صلى الله عليه وسلم يزرى بشي خذب يرول يطفى بريدة ذروح على الحبشة يقدد في نون محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه يركب ذي جوث تفيوث باش أذي روح على الحبشة يأخذ كهذا الغشم وإذا في يكثني غير مثل مثل حوذ أخي ومن أفقلب جاء ذي فوس جاء تزيمات وقال نبغى القول فعني الواجهين ألف قلبه كم وكم ألسع قلبا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي في نوكي فسلسل سيدنا عكرمة رضي الله عنه أيش ما قال ديكش قل سدي الوقتني ما زاد ديكش قال الإسلام أيش ما قال ديكش أميس عكرمة سيد ربما يميس أميش أشي متسوي المرانة الأصنع من هون أشي متسوي المرانة إلات ذي العزاء ومنات ذهوبا أدرحنا الغرن نذنين على ريسكنا الرياحة جيم باش أسقعد في وكثقين إني سنة ذي الوقت جين شدارت سعبيهم يا عرب من بعد من فوق الريف أتوغل من كل يوم غرصاني من الرياضة يغايد غرب في رياض مثل سيدنا عكرمة رضي الله عنه يروح الغرن في محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يضرب لنا سيد ربي الواحد الأحد كم يتمثل؟ يسعى نزاي يسعى احترام يسعى يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكون سنعي ثلا أبو جهل قد رفع كريمة لا تسبوا أبا جهل احتراما لعكرمة سبحان الله إسحانا زي عكرمة رضي الله عنه الله كي يخدم أي مثل إذن فكان العدم
الكلام ذي الغشم ونزل هذا النين الطفى ألسع قدر يسيق ربي سبحانه وتعالى مريلين الهبو من الدنيا مريلين دي نوقات الشدام دي نوقات القلاء دي نوقات المشاكل دي نوقات إياه وقال دي قمان سنس دي بلالة وفريد أم كانت فغن وحيا أنسى لكين أنسى لفغن ذي نانا تسوالين هذا حاجة سيدة ربطة عقيدة ناس سيدة ربي ديلانية أسيدة ربي ديلانية وتسف لنا العيفة الأحباب سن جنتن إمدو كين سن جنتن العيفة من جنتن أما كان دلنا يا حبيبنا لا عصر ملح ما تصعيدك حميين مو تصعيد راك الجن ما تزمرك أثن تنفع أي حميين مو تنزمر غير أثن تنفع أك الجن أكا غير مثل ويجي قرصة يا حبيب للي ساعة إيدي ولا نسا كان يتمثل إلا ما رحمه رب حشو إذا كي يرحم سيدة ربي حشو إذا كي يكتب عنا بريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتمثل إذن صرحنا من سيدة ربي من الواسعة أبني دي السفر دي لها مني غفي دي السفر دي الإزمان أبني دي السفر غير النور لسان ولكن أي يتمثل أذو غير الوين خدمن ذا شوف ولو نسعان العباد إقريبا ويام هذه السفر سيدة ربي ذي الكرب ذي الهم ذي الغم هذه السفر غففت من بعد ذو غير الوين خدمن ذا شوف لي عين ذا ميكين لا أيث مثل ويرنا طاس إلا دون العبد أيث مثل سنف أعوذ بالله من كلمة أنا اليوم العبد اتخرج دي الجميع افرد الشهادة ينس إنسان مثقف يعيش الوقت الوقت قوارن ويفرق خدمة ويفرق سريك ويفرق سريفة يقول أرمين ذي الحد إقريه لك ذي الحد إقريه نضار ودي يفرق واتع يومن لحظة في سجانت إندو كي سجانت يصور غاليون الحد أدي السيولة كان يوم دوليس وزدي تسلالان أزدي شيع المساج ذي تليفوني أسيني نقلي مشغول أو عاغرنا ذكي لغا أقرب إنسان غابورس ولك أقرب غابورس مغا إجاث إبورد وحدس يورواس ويصان ربي يروح دي عف ذاكي غابوري نعوذ بالله من كلمة أنا أخبار مجهودة كيف تذكر السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إعاد دول إنفعالا وإصدورا لهم يعني سيد ربي سبحانه وتعالى غادي نفعن سيد ربي غادي يقولين سيد ربي كاين جود سيد ربي كاين دي السفر ديال الكرب ديال الهم والعيفة مرة الأحباب كنا غوية في هذه المرة كل عقل نسد فوس سيد ربي قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها كان غادي مثلا ما ينفعك يون سيد ربي زي كينفع ما غير خدمك الخاص سيد ربي سي تخدم ام كانت جود سيد ربي اسهود العباد السكين عند جنت برا وغايد غا سيد ربي سبحانه وتعالى الزيد غا الورس ضيف ياس اشرو ياس ادعو ياس هذه فرق سيد ربي من الهمي اكيد الشوفر ديال الكاربيا يقدس عيش يقدس عقيده كان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى انتي تحكم مرة ديال العباد الدنيا انتي دينا القوالي سبحانه وتعالى واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس سبحان الله سبحان الله سيد ربي سيك جمال كيحمل يون سيد ربي سيك جمال كيخدم الخير سيد ربي سيك جمال ادي الزين غادي عينيك سيد ربي جمال هذه دي سمو كثير يسيق باش كيخدم اي نهان ادي رجو فلاك من المؤمنين انما المؤمنون اخوة اللي يحمينا فوذ ما ربيهم اتحمى ديونا فوذ ما ربيهم اتفغضوا فوذ ما ربيهم استخمض أسكر فوذ ما ربيهم أسكر فوذ ما ربيهم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان أكدنا في محمد صلى الله عليه وسلم كما يتمثل الناس تيجيهم ذي الابتلاءات ذي الابتلاءات اللي خدم سيد ربي الخالق باش يبدا يسكن بلي حاشا نسى يقرف عن حاشا نسى ارتفض غار ورص ولكن أية مثل الرحمن الرحيم والجلال رضان السميع البصير بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير إزراد الهم المهموم إزراد الغم المغموم إزراد الكرب المكروب نسيدي قال ورحمتي وسعت كل شيء السفرة تسيد ربي ذي الإزمالينس سيوث الطريقة اكسد شن لحباب نسيتي جان اذي دوكا نسيتي جان
والشفقة الدلهم ذي الغمض الكرب والشفقة الغمضان سبحان الله. ولكن أي مثلا سبحان الله العبد ذاكين بعد مدة صف الله سلزر الحالة سلزر سعيش. ولكن هذا تراني زران دين النعم إن النعم سيجار بشوليس هذا تراني حمد سيجار بغش كريف لا نعيد مثلا إنني يتفلس أريس محسيش القرآن الكريم أريح من الحلقة من الذكر أريد سادنا التلفاز هي نصغى القناة الدين بشد الزرب هذا زر الرحمن سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أريد خريب غير كثر القرآن الكريم وفصاليتي تزلت على أعين الناس. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل ودس ذكرى سيد ربي سبحانه وتعالى حشم القليل نسلس دوا وإذا نسال نسأل الله العافية أدي هذور بالجميع. أي مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذا الرحمة الواسعة نسمني مدي تقسل العيبة سيدني دي هذوها الوليد من الدين أكام يتمثل خطر العبد إنسان ضعيف يجعل مريلين يفرج في لك سيد ربي سالخير يشوفها كي يدير إزماني قد سايشة يشوفها كي يدير كرب ذي الهم ذي الغم أتجعله بلين فكسر دي النعمة نينس غروس وقال سيد خلاص معناه ثلولة ذي القبضان سيد ربي يشوفها دويقين ذي البحارة يشوفها ذي الغذل جعلنا الخلاص ويزمالك نصغرق سيد ربي أصغرق 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 كان ذي البحار ما ذي الفن وسادة جي يخدم لا الرجال هذا يعيش دي الهم يعيش دي الغم يعيش دي الكرب يفعدت المصائب الشدائد ومن بعد يفرج في لس سيد ربي الخير يجعل ذي الخلاص ويزمالك يغال وين يقعد في لس وقيم من ضعف يكسع الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا كما يتمثل وكان الإنسان كفورا سبحان الله. خزرتم كده تكمي سيد ربي في سنة الآية تنين إذا دي تهديد العبد باش أدي صار ويقين دي فغنا كان الوين أولي هذا يشوف غني دغل فر اللمان ولكن دي شوفك دي في حال يشوف غني دغل فر ويغلق هذا في حال يفغ دغل فر ولين أنا كندي الهم ذي الغم يفغ دغل ثفاث ولين أنا دي الطيام يفغ دغل ثفاث ولين دي الكرب يفرج في اللس سيد ربي سالخير ولين ذي الجرف العيد أنجر بيج المولين يا ذاتي دغل الله. خزرنا كان سيقال سيد ربي غوي ذاك نمو نحمي دارا سيد ربي ما تشكر جعل الدين تحلان سدار عمسن وسهل لنا نزال المنعم الخالق الواحد الأحد أمكن دي تكمية مثلا هذه قرب إقرب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ويجينا دي السفق سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي بحال وغرق لنا السفق ذي غنفل أهل طلب منني من السن بالليم وإني دي ساعة قبل سيد ربي مزدخ يلبن ويخسف على سيد ربي فلس نقاع يخسف سقاره فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وليفح من ليست من عام وليفندو من ليست من عام وليفح يون دي دوليك ويديو فلسنس بشدة في منها يخسف سيد ربي يسا أقوين يسعى مرة يخسف فلسي دربي قاعة سبيعي في قاعة سبحان الله كم؟ إذن أهدر يضمن العبد من يسي لن يفن ويخسف فلسي دربي أن يخسف سي دربي أما كم يغرق داخل البحر يجزمل أن يخسف سي دربي سي عبد ذي الفن أسل القاعة تسبيع ما كم سبيع قارون أتنفذ سلفا يضانات سوى من ذين أذي روح أذي روح أدي يغرف لسيد ربي الله وعن قزران ماشي الحاجة بوعران سيد ربي كل شيء سهيل نادي ما في التاريخ مشي يخدم سيد ربي غير عوصاته في عوصان وقضي سيد ربي سبحانه وتعالى يزمل أدي وبا في السمس أدي وبا في السوامان أدي يخصف لسي قعام أدي يغرف لسينا أين أثنى غندق جنيم ماشي الحاجة بوعران في الناس أدي السوف سيد ربي بوكا دي القعام إلى الديوين سبحان الله. خزر كان أنه يستخدم سيد ربي عند جنوب شرق آسيا غير مثلا
يبحر ومن يرغان خسر في سنة كبيرة أنه غين أوين زيفن زيفن قوان شوف القوانان ما قيد سنة يذنذن أهل طريقه قوانا وسيد ربي قلت سيد ربي هذا شيء قوانا أنكرر النعمة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يشوف لك غروين ذين همذ الغم إلى قد حمد إلى قد الشكر ولكن ماذا قلت له قلت شنة إزمر سيد ربي كعقف ذي الفذن ذي الفر غسي جديد ذي الحركة عقب ذي الفر غسي جديد ذي الهم ذي الغم يشوف لك ذي غرفة غص من قلنا إن جديد ذي ذلك يشوف لك ذي غص حام غص من جديد ذي الطيام يشوف لك ذي غرفة إيز مرسي ربي هذا كعقب الزخم من حال اللي تعيش لك سبحان الله كيف مثل ذي قاسي ربي الخالق سبحانه وتعالى ثم لا تجد لكم وكيلا أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصلا ثم لا تجد لكم وكيلا يرنم أدسف مرمال أبن عقبة ذي الذر أبن عقبة ذي الحالة السحانون ذي الحالة اللي يتعجم من الرفاهية السعية أو دفقص وشان يسألكم عقبة أدسف مرمال ولكم من عام ثم لا تجد لكم وكيلا أدسف مرمال ولكم من صر أدسف مرمال ولكم من عام ذي العيقة بسيد ربي نخ جايب لنغثر والماسي ثرون القبضان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أتسن كرم النعم سيد ربي ذو الخير يوم يخدم من بعد أتخدم ما كن يكون يأجل أزدف غم ذي خسان سيد ربي لا أما إني جهل لك دخل البحار العرب إزمات الصغار إكزمال لك يهلك ذي الفر إيه مثل وماشي كان دانش تقيم إيه مثل خزار كان النقطة إفرانه كده إيه مثل أدي قاسي لربي الخالق سبحانه وتعالى زمرا كان رضين ذرا كان غير مزين مثل البحر وكسبرقا يا رسول عن سيغار لك يا رسول عن سيغار عقلية لك سيغار دينك سي يبغينك أتروح أتروح كتشين أنا يومين مليك أرثي مثل الجرف أتشم أرثي مثل الغار أتشم أرثي مثل البحر أتشم أوكي تصور سيد ربي قاهرا سيد درع ماشي سيد درع الكتشار يروح عن قضايا سيد ربي أشحال يقولون أن سيدار من سيدار ولد وحي كرب وين يقولون أن يوحي في سيدار ليش يقولون يوحي سيدار قليس يقولون يوحي خطر خبيث يقاسي خمس سيدار من الخالق مدك لو تحمي الظلم يخمك الخير يشوف لك دي بيان يشوف لك دي لذان يشوف لك دي غفافة كشو تحمي الظلم وتشكي الظلم تفضص دخسي الكتشينيا أري أري السور الإيمانية سواء الحشمة ذي قلنا ذا مكاني قرأت وحيهم السنين غاست العباس أهل طرى ذي قديسي سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يقال ذي القويس عزيزا أم أمنتم أن يعيدكم فيه إطارة أخرى فضمنا بالله سيد رب الخالق وكني تسرر أنا وكان يدفو مكان نعم سيد رب الخالق صار ذي الحالة لي لكني هو يحمي ذلك فكشطيد لذهم ولكن يحمد ربي في الزمرة تعرض الضخي لله من نيت فكسطد إلى هلاك يغيد الصحة ويحمد على سيد ربي ويحمد على أوكي يحمد على سيد ربي وكي يشكر الله في الزمرة تعرض الضخي لله من نيت يوحيي عن فكسطد غنيسة ويحمد على سيد ربي في الزمرة تعرض الوالد على يوحيي كل شيء في الزمرة تعرض سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قد ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أكيد سوارة بالسيف أكيد سوارة بالدرع على المكانية ولكن ماذا قلت لك شيء فضل دي سيدار بيضخصين إذا كشار روح سلع قلينك ألا روح سيدار ليك ألا روح سلع إرادينك ألا ممكن دارك وحيد ولكن السنية ما تصورت سيدار بيان أمي الله أكبر كم يتمثل؟ إذن يقرب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى فرد غلبان إزمارك يرقى في مسل البحر البحر أي مثل وقد يمثي يغلب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يبحر نغذ الذي نلعب ديدهم نغذي الذي الكرب نغذي الذي دي المشاكل نغذي يوحي نغذي ذي المصائب نغذي ذي الجماع وين يدرون أي وين يدرون ولكن يقول يعني سيد ربي مثلا ذي بحر وما دي الشفا سيد ربي غنفا أكيد يكشمار رضي بيدي هذا اللي قد سعيش بكني أكيد يرغى ثفذ أكيد يرغى السعي أكيد يرغى غنى هنا ولكن ماذا نقول نحن من بأس ربي ذي بذل أكيد يرغى بخيتي مستمر البحر أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم
ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. إذا الإنسان أذي عقل بالله سيد ربي سبحانه وتعالى العبد من دوني ثم هو بخير القبضة ينسين لن يرويز من الذي يروي يقص عن كذا كان إذ كيد ربي الخير يقص حمد سيد ربي شكرا سند هذا من فضل ربي سنفر من سيد ربي يقرأ لك وما قدر الله حق قدره أسي الناس العباد سيد ربي حق المعرفة أسفك لنا القدرين اللازم سيد ربي أثفهم لنا من السنة لنا أشحال العباد قلان ذو الفقير أذي ذو الفقير أذي نعم سيد ربي غثي أرض الغني أريد تسين المسكين أريد تسين الفقير أريد أخدم الخير سوين يزدك سيد ربي أذي جعل سدر عيسي ديبوين كيف مثلا أدي سوكتي يا رب اليوم أقبلي له يسعى لان سيد ربي ثيار النساء كيف مثلا أمي العبد الدفكة سيد ربي غردوني يشوفها كيد سيد ربي ذي الهم يشوفها كيد ذي الكرب ذي المشاكل ذي الهمج يوسع يصار في لكس النعمة أمام المال أمام الصحة أمام العافية أمام التلفاز أمام التفاضل سيد ربي ذخصي وتفاضل أوبريدي من المفروض إذا قد حمد الله هذا الشكر هذا الإيمان ريزاد هيك إسكنت سيد ربي أم كنيس أذي تذكر أتعفض أذي تقرب ذخي بويك في كل وقت وحين إذ يكت سيد ربي وينجاكيد يرفع درجينك يوسعيت في الله ولكن بشا بيزارم كانت خدمة الله أكبر ما قد يفك على زارم كانت خدمة ونبلوكم بالشر والخير فتنة باش اللي يولي من العالم كيخدم خزر كان يسمى سيد ربي سبحانه وتعالى كي قال على لسان سيدنا موسى عليه السلام قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ان سيد ربي ان يهلك عدوكم اكون يدي الشوف انفر لمان ويكون غير يدي مريض القايل يا سيد ربي هذا زاد شاف خدمه ماذا قلت كل مين فخمين الهنا ونشدون النعمة نس ماذا قلت كل مين فمز نسيب ربي دخسين أكون يلا الحالة اللي يتفى مكنا أهل طرام فضم نظر العبد الضعيف باليوم كنت سأل سيد ربي وكنت سأل سيد ربي يبقى الحالة اللي قلت لك نقفي ذي المشقة ذي الهناج ذي المشاكل ذي الأزمات ذو حالة وحيدة كنيهم نعم يزمان أماكن كده الشفر ذي العصار الشفر وكده غني الشفر كده غني سال أكنيك زمان ذكية للحال إنه يجي له ذاك ماذا قلنا متحمل ضرر متحمل ضرر الشكل ضرر مثلا الطاس العباد الشفر ذي سيد ربي ذي الهم ذي الغم ذي المشكلة ذي الهلكات من الكرم النعم من سيد ربي وتظل لنا رام أخدم لنا الدين سن أخدم لنا الخير أخدم لنا أكن ديننا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يثبت لكن في دقام سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي الليام من بعد أربعة ليفين أم كدينا يندوى لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يندكر المرض ابن آدم بفضلت سيد ربي جميع المخلوقات شوية مثلا سي عقل سي الفكر سخم ماذا قلنا ويزرر العبد وينك مهدي دقيقا ويسعى على العقل ماذا قلنا ويزرر النعمة يقول لك نعم أنشي ميدك ويسعى على العقل كما يتمثل أمك لا تعرف ضد الثالث سيدي كتعرف ضد الهواء كتعرف ضد الشيء والوقت الشدة ما تستعقر ذا سيد ربي أسنى ربي كسين دي الهمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله إيه مثلا إنك العبد أن يعقل ونك نذي دقيقا أن يعقل ونك نذي الشوفة لكن عند الوقت الشدة يفرج فلاس يشوف نذي دروين الهان غسي ربي الخالق سبحانه وتعالى خد مساكن ولا شو يعملين سيد ربي إلو بزمان يعمل سيد ربي ولا شو يعملين سيد ربي أهتر إلو يروحين الشمس يقوي ثمرا أهتر إلو يقوي سحايس يقوي ثمرا لا إذن وين يعملين؟ يعملين مليش
ونخبأ إخبأ منه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف مثلا ما يفكسد ربي ذي النعمة ينس يفككد بشات يفكسد بشات أدسة ما تحمد ما تشكر نغس كفرد النعمة ينس ابن سليمان عليه السلام ذي النعمة ينس يفكسد ربي ينس هذا من فضل ربي ثقل الفضل سيد ربي يندري بالولي أشكر أم أكفر بشار يزال سيد ربي ما تحمد غس شكر هذا كفر النعمة يجي يقرد ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ولك حمد سيد ربي نشكره ذي من يسيق انفع ذي من يسيق امدي بغير العين يقد ومن كفر فإن ربي غني كريم ماذا قلت أن يغفر النعمة من سيد ربي أو لا شو دور سيد ربي سيد ربي دائما ذي الغني سيد ربي دائما ذي الكريم ذي من يسيق دور يظهر ذا فيس كان يد مثلا مريمين العام ذا ذهو السادو سوا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما سيد العام أفد الشفاق المضام صدق كريم يقرد قبيس عزيزا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ما دي فكني غمضة هذه الشفاء غمضة ما دي قليل شكر العام سيدة ربي لحمد ذي شكري أزدي سكيب ذي النعمانيا أسي الشدون روغانيا أما ينسان أما يتفاتي نس ما دي نطفل ذي الحالة للعالم يقول لها بس حمد سيدة ربي شكر تبعنا بريد سيدة ربي سيدة ربي أسني شدون ثغريز أسني شدون روغانيا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ما زنديز قل سيد ربي ذي الخير ولكن ذي نظام يوم ماذا قلنا وإذ حمدنا لا وشكرنا لا وحمدنا لا وشكرنا سيد ربي ما في يوضا ذا شو يقرنون في ذي نظام ذا شو أشي قلنا نيجي يوضا ذا شو من بعد يوضا ذا شي قلنا ما ذي هذي ما بلس تشدو ولكن ماذا قلنا وحمدنا لا وشكرنا لا ذا سوى ذو السال إما ذو السال أدرنا وإما ذا سوى أثر شوال وذي المشقى أنظر بين جيوني أي مثل ذي في دقات ولئن كفرتم إن عذابي لشديد العذاب من سيد ربي يعاب أي مثل إذن أي مثل الموضوع في نظر السكي بفضل الله وبرحمته يجيون الموضوع في غاية الأهمية ومو لش الإنسان بن عدالة ذي الطيب ولس الإنسان بن عدالة ذي الخيق وذي الهم ذي الغم ذي الكرب ولش كوفو يعدالة ونشتاقين ولكن سيد ربي ذو الرحمة الواسعة يشفى ذي العباد غمضة ويتفرج الهموم ويتفرج الكروب ويتفرج أفل المظلومين أفل المهومين أفل المقربين يشفى ذي الغرفات ولكن حذاري وحذاري العبد الضعيف او انك ندي الشكر سيد ربي ذي الهم ذي الغم وركزت فوضي سيد ربي ذا خصيب حمديت الشكريت اكناك يشدوم سيد ربي من النعمة اللي نجدي في كتنين ولكن ما لقلت الشي نموت وتحمد برا وتشكر برا فغص ذا خصيب سيد ربي في قدس حلا صداعي وما كان سينا قارون فزرع ما كيس يخدم يخص في الناس نا اما كان سينا فرعون انا ربكم الاعلى يصغى خير سيد ربي اكني ما تفضل مسلتي كوي نحمد راه سيد ربي نحمد راه ونشكر راه سيد ربي يكديف كان دي النعمه يجي كي دي الشكر راه ثفات يقول لك وساو دوك سال وكشيني غا بنادم كيف ربي يعطي يصاب السيد وانتي دقيقه اتبع اكن دي الناس سيد ربي انا كيدوم وين العايم ارجع يا ربي من المؤمنين احق الايمان كان مثلا رجع يا ربي وذاك اكثر من المنعم قبل النعمه رجع ربي قلت لك حمد سيدي ربي نشكر انت في النعمة اللي جبني فيك انضيف سيدي ربي دوام النعمة يضيف كان سيدي ربي رجع ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.